هنعمل النهاردة الملوخية الخضراء. بنات كتير بيقولوا لي الملوخية ما بتظبطش معانا وبتطلع خفيفة وبترقد في أرضية الحلة. النهاردة هعملها معاكم بطريقة جميلة جدا. معايا شوربة، أهم حاجة في الملوخية لازم تعمليها بشوربة، ما ينفعش تعمليها بمرق الدجاج ومية وخلاص، لا مش هتبقى طعمة خالص. فأنا معايا شوربة لازم تغلي كده زي ما انتم شايفين، ومعايا الملوخية فريش متخرطة لسه دلوقتي حالا. ممكن تستعملي الملوخية اللي هي بتجيبها من بره في أكياس عادي، مش مشكلة. فانا معايا الشوربه. طبعا الشوربه البنات بيقولوا احنا هنحط شوربه قد ايه، انت عشان انت مش عارفه واول مره تعمليها تحط شوربه قليله علشان، وبعدين تضيف الشوربه وهي مغليه برده للملوخيه حبه بحبه لحد ما انت تظبطي السمك اللي انت عايزاه. تمام، فانا حطيت الشوربه غليت خلاص كده، هنبدا بقى ننزل بالملوخيه ونسيبها تغلي بس، ونبقى برده واقفين متابعين معاها مش نسيبها ونمشي. تمام، لان الملوخيه لو غليت هتفور منك على طول وهتبقى مش حلوه خالص وهتبقى خفيفه ومش ظريفه. فاحنا واقفين معاها برضو اهو قلبناها زي ما انتم شايفين كده اهو، لسه طبعا هتتقل شويه. انا بضيف عليها مكعب من مرقه الدجاج، اللي مش حابب مرقه الدجاج براحتك خالص ما تضيفيش، بس بتديها طعم لذيذ جدا جدا جدا. بدات تغلي اهي، ضفنا مكعب مرقه الدجاج. مجهزين بقى في الطاسه الصغننه الجميله اللي بعمل فيها على طول طشه الملوخيه مكعب زبده واربع فصوص ثوم مفرومين ومعلقه كزبره صغيره. هي الملوخيه بتتعمل بكزبره بس يا جماعه، في ناس بتقول فلفل اسمر، لا الملوخيه كزبره بس. تمام، كزبره ومكعب زبده او زيت زي ما انت عايزه واربع فصوص ثوم مفرومين. بصوا بقى يا بنات، الملوخيه اول ما بتغلي كده بتعمل ريم ابيض زي ما انتم شايفين كده، ده بتشيليه بالمعلقه على طول علشان ما ترقدش منك في ارضيه الحله. تمام اهو، كل ما تطلع الريم ده كده الابيض تشيليه على طول بس كده. قلت لك على حاجات جميله كده جدا هتخلي الملوخيه معاك زي العسل، وكمان بيبقى لها عرق وجميله جدا. واهم حاجه في التقطيف بتسيبي مع الملوخيه العرق اللي فوق اللي هو العنق الاخضر اللي فوق، وانت بتقطفيها يعني تسيبي فيه حته منه، فيها حته منه يعني عشان تديكي عرق كده والمطه بتاعت الملوخيه الحلوه كده. خلاص سيبنا البوتاجاز على الثوم زي ما انتم شايفين اهي في العين اللي ورا دي، وهنبدا بقى نخلي اللون بتاع الثوم لونها ذهبي كده، ما نحرقهاش. تمام، خلي بالكم الحته دي كويس، لو حرقتيها بتخلي الملوخيه مرره. طفينا على الملوخيه بتاعتنا خلاص كده غليت شويه، شايفين يا جماعه ده اللون اللي احنا عايزينه. هنبدا بقى نطش الطشه الجميله بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. شايفين سمك الملوخيه ده السمك اللي انا عايزاه، فسيبته كده عايزاه اتقل بقى اخف. في ايديكي انت تقدري تعملي الموضوع ده. هنبدا بقى نطش الملوخيه عليها، الله 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 على الروايح الجميله، ونبدا نحطها على الملوخيه كده. بس كده خلصت الملوخيه، سهله جدا وبسيطه، اتمنى تعجبك. مع السلامه.